كل الحاضرين مبسوطين جدا من التنظيم، طبعا رئيس اللجنة المنظمة طبعا المهندس خالد مرتجي، طبعا بنحييه على الشغل الكبير اللي حصل والتنظيم الهائل ان الحدث يخرج بالشكل ده للسنة التانية. طبعا البطولة ابتدت مع المجلس اللي فات مع صديقي محمد هليل، والسنة أول عدد زاد السنة دي، الفرق زادت حوالي 10 فرق، كانت المرة اللي فاتت 14، المرة دي 24، واحنا يعني ان شاء الله حدث هيبقى سنوي. في طبعا شركاء نجاح، بنت سي اي بي وبي ام وشركة صلة، كانوا هم من اهم الرعاة، وان شاء الله نأمل ان السنة الجاية يبقى عدد اكبر. فيما يتعلق بقى باللعيبة، انا كنت حابب ان انا انزل اشارك معاهم، يعني بيبو واحمد حسن ومحمد فاروق والمجموعة بتاعت نجوم الاهلي القدامى، يعني طبعا كان ماتش مميز والحمد لله خلص برضو 8، رغم ان الفريق اللي قدامهم كان قوي جدا، يعني كمنتخب السفارات واخدين اميز واحد في كل فريق، فيعني كانت لمسه جميله، وكانت مديه للجمهور كمان احساس ان هو يرجع يشوف تاني اللعيبه بتاعته القدامى بيلعبوا قدامه. طبعا